واش الخوت، السلام عليكم. اليوم ان شاء الله قصه جديده، قصتي مع بنت شوافه. كيف العاده ما غاديش نطول عليكم بزاف، ديروا الكيت وخليكم معايا. نهار ما جدي بات الوالده خلى لهم واحد الدار فيها البرومير والدوزيام، وكانت غير الوالده واختها بوحدهم. المهم قسموا داك الوقت، كل وحده فيهم خدات باطمة. تزوجات الوالده بالوالد وجابت راجلها عاش معها، داكشي اللي دارت خالتي حتى هي، ولاو بزوج عايشين في هذيك الدار. الوالد ديالي نفسه خايبه وما كانش راضي يسكن مع مرتو في الدار، داكشي علاش كان كيقول ليها هاد الدار غادي نعتبر راسي بحال هكايها، وانتي خودي الكار ديالك، هذاك رزقك. كان كل شهر كيخلص ليها الكار بحال هكايا عند شي واحد بغاني، داكشي اللي خلى الوالده تحتارمو وتزيد تموت عليه كتر. المهم كانوا عايشين بخير. دازت الوقت بالزبا وتزاديت انا، فرحوا بي الوالدين ديالي بزاف. اما خالتي باقا ما ولداتش. نهار اللي شافت الوالده ولدات جات باكات ليها وبينات ليها بلي راه فرحانه، ولكن الداخل ديالها كانت كتقطع وكانت حتى هي كتمنى تولد. ما خلات فين مشات، عند اطباء اي واحد كتمشي عنده كيقول ليها ما عندك حتى مشكل، باقي ما كتبش لك الله وصافي. دازت الوقت ولات عندي انا 4 سنين من بعد حملات خالتي. هذاك النهار ما نعست شي واحد في هذيك الدار، دارت هوينه. قوة الخوف اللي كانت خايفة انها ما كتولدش دارت الحيحة، جابت الدق المراكشي وما خلات ما دارت. الوالدة الحمد لله قلبها بيض، طلعت وفرحات معها بزاف. المهم دازت الوقت بالزبا وتزادت بنت خالتي. خالتي سمات على سمي تما مليكة، اما انا سموني صلاح. عندي الزهر جدي كان سميتو صلاح. الناس القدام راكم عارفين السميات اللي كانوا كيفاش دايرين، كاين غا التامي بو عزة، هذا من فضل الله، اللهم صلاح ولا شي مصيبة اخرى. من بعد كملت 6 سنين دخلت المدرسة، عاودت حملت الوالدة ولدت واحد البنت، ولدت لي اختي الوحيدة اللي عاشت معايا، كانت سميتها ميم. الوالد ديالي ماشي من داك النوع العزيز عليه الولاد بزاف، قالك اللهم ولد واحد ولا جوج ونتهلاو فيهم ونقايوهم مزيان، حسن من 7 ديال الولاد وتا شي واحد فيهم ما قاي وتا واحد ملابس. وصراحة الفكرة عجبتني بزاف. المهم الوالدين ديالي تقاتلوا معايا، دخلوني المدرسة ديال الفلوس، وكانت الوالدة مسكينة يوميا كتراجع معايا وبغاتني نقرا باش نكون شي حاجة. كانت ديما الوالدة كتفوت الدروس اللي عندنا في المقرر، ملي كنمشي للقسم كنلقى داكشي انا ديجا قاري مع الوالدة، وكنت ديما متفوق في المدرسة، كنت كنجيب معدلات طالعة بزاف. ملي وصلت للرابعة بنت خالتي دخلت للتحضيري. خالتي دخلت بنتها نفس المدرسة اللي كان قرا فيها. خالتي كانت الله يعمرها ضاع، ولكن كانت محقادة شوية، اي حاجة كدير الوالدة كتبغي دير بحالها، وديما كتبغي تكون هي عايشة احسن من الوالدة، العكس ديال الوالدة ديالي اللي كان قلبها بيض وما كتسوقش لهاد الشي. المهم الوقت غادي كيدوز وحنا غاديين وكنكبروا. خالتي حتى هي زادت ولد اخر وسماتو عز الدين. بالنسبة لينا حنا الدراري كنا بحال الخوت، كنا كنلعبو وما هازين الهم حتى شي حاجة. مهم دازت الوقت بالزبا وديما خوكم معدلة طالعة بزاف. طلعت الإعدادي وكملت على نفس المستوى اللي كنت غادي فيه، ولكن في الإعدادي تبدلت شحال من حاجة، حسيت براسي كبرت، ما بقيتش غادي نبقى في الدار ونلعب مع ولاد خالتي وأختي، كانوا صغار مني بزاف، وأنا كنت كنحس براسي كبرت وليت راجل، خصوصا أنا هو الكبير في الدار. بديت كنتعاشر مع الدراري ولاد الدرب، ولكن الحمد لله الحي اللي جينا فيه كان نقي بزاف، والأغلبية ديال الدراري كانوا قرايا، حتى شي واحد فيهم ما كان مبلي، وهذا الشيء اللي زاد عاوني باش نكمل القراية ديالي. كنا ديما كنتعاونوا الدراري كاملين على القراية، وكانت قريبا كل شيء كينجح. الوقت داز بزاف، الوقيته اللي غنطلع انا الكطيام طلعت بنت خالتي للسابعة، وما كدبش عليكم في لحظة وحدة بنت خالتي تفرقعات، كبرات ودغيا طوالت، ولات كتبان بياسة. هادشي ما كنتش مسوق ليه في الاول، ولكن ملي كنت واقف مع ولاد الدرب وجات سلمت عليا، الدراري كاملين بقاو حالين في امهم، قال لي شكون هادي؟ قلت لهم بنت خالتي، قالوا لي بياسة صاحبي، نتوما الزين كامل عندكم في الدار وجاي المدرسة، وكانت عندي هادي والله ما نخرج من الدار. انا كنت كنشوف فيها عادي، كنت كنشوف فيها بحال ختي، ولكن الدراري صحابي حلوا لي العينين، ولات كتبان ليا من منظور ما عادية. الصراحة عندهم الصح، الدراري زوينة بزاف. من داك النهار ولينا كنمشيو يوميا انا وياها بزوج، وكنجيو بزوج، وما بقيتش كنعمر حتى مع ولاد الدرب، الاغلبية ديال الاوقات كندوزهم في الدار وكنجلس نحفظ معاها. مهم كملت القراية ديالي
وصلت للباك، بديت كنبريباري ليه مع الدراري ولا الدب، وكنرجع للدار ما كاين غير الحفاضه. واحد النهار عيطت عليا بنت خالتي مليكه وقالت لي عفاك بغيتك تشرح ليا واحد الدرس راني ما فهمت فيه والو. قلت لها مرحبا. جلست معايا وبقيت كنشرح ليها، وخالتي كانت جالسه مع الوالده في الصالون اونفاس معانا. شويه الوالده حطات الغدا، بدينا كنتغداو والوالده بدات شاده في خالتي، قالت لها ما رحتيش صلاح ومليكه ما بقاوش كيتفارقوا، نهار كامل كيمشيو بجوج وكيجيو بجوج، وبداو كيشوفوا فينا وقالوا لينا ياك ما كاينه شي علاقه ديال الحب بيناتكم وحنا ما فاصنا والو. الضحك حامض بزاف. هنا دوات بنت خالتي وقالت الوالده لا لا خالتي كوني هانيه، اول حاجه ولدك ما كيعجبنيش، ثاني حاجه انا مستحيل نعيش مع شي واحد هنا في المغرب، انا باغي نتزوج بشي واحد اللي غادي يعيشني برا. خالتي بدات كتضحك على الجهاد وقالت لا لا انا عارفك يا بنتي، غير كنضحكوا صافي، صلاح غيبقى ديما بحال خوك. كملت الماكله ديالي وما تسوقتش الهضره ديالهم، قلت ليها الله يسهل عليك. نطت من الطبله واخا باقي ما كملتش، طلع لي الدم في الاول، ولكن من بعد قلت مع راسي صراحة مزيان مزيان اللي عرفت راسي من رجليا بلا ما نبقى عايش في شي خيال ومن بعد نتصدم. من داك النهار قلبت ستة تسعود، ما بقيتش كنشوف فيها كاع، ما كنوصلها ما كتوصلني، كل واحد كيمشي بوحدو. بغات شي حاجه ديال الدراسه كنعاونها فيها وكندوي معاها في احترام وفي حدود. الحمد لله الباك جبتو 18، كنت اعلى واحد في المؤسسه كامله. المدرسه دارت لي حفله كبيره واحتفلوا بيا كاول واحد غادي يجيب هاد المعدل، اما واحد الوالدين ديالي ما قداتهم فرحه. بزاف ديال المدارس كيخلصوا عليهم الناس فلوس صحيحه، كان بالامكان ديالي نقرا فيهم فابور. كاع الناس اللي كنعرف نصحوني بواحد المدرسه وهي اللي مشيت لها، كان خاصني نقرا فيها 4 سنين ومن بعد ما غنتخرج القليله غادي نخدم بواحد الصالح ديال 20000 درهم. هاد المدرسه كانت خارج المدينه اللي عايش فيها، داكشي علاش الوالدين ديالي تكافسوا معايا ديال بصح. مشيت لداك المدينه اللي فيها هاد المدرسه وكيت مع الدراري، كان الوالد مسكين كل شهر كيصيفط لي المصروف والكار ديال الدار. مهم دوزت المعاناه ديال بصح 3 سنين كامله ما جيتش للدار، حتى في العطله كنت كنبقى تماك. بعض المرات كانوا كيجيو عندي الوالدين ديالي، بيني وبينكم ما بقيتش حامل قاعده كاسة، كنت ارتاحيت مزيان تماك. من بعد كملت القرايه ديالي، خديت الشهاده ديالي وتفارقت مع ديك المدينه اللي ولفتها بزاف. رجعت للدار عندي ولقيت الوالده مسكينه دايره لي حفله كبيره، وحتى خالتي كانت وبنتها. المهم الحاجه الوحيده اللي لاحظتها هو ان بنتها ولات كتقرب مني، ولات كل ساعه كتصيفط لي ميساج في الواتساب وكتقول لي واش خاصك شي حاجه. كانت حتى هي نجحت في الباك وكانت مازال كتقرا في لافاك. لحد الساعه كنت خديت قرار انني نرتاح واحد 4 شهور من بعد عاد ندفع السيفيات ديالي، وكنت عارف راسي حدي غندفع السيفي غادي نخدم. المهم بلا ما نشعر لقيت راسي نسيت كلشي، وبديت كندوي مع بنت خالتي بالليل وبالنهار. مبقاتش علاقه عائليه كتجمعنا، ولينا كنبغيو بعضياتنا. واحد النهار كنت سولتها وقلت ليها علاش شحال هذيك انت قلتي لي بغيتي تكملي قرايتك برا وما تزوجيش بيا انا؟ قالت لي انت ما تديش على داك الهضره، هذيك غير هضره ديال الصوره وصافي. المهم هو انني دابا انا معاك وما غتفرقنا حتى شي حاجه من غير الموت. من بعد ما تعيت مزيان وقررت باش نبدا الخدمه ديالي، دفعت السيفيات، وكيف قلت لكم اي شركه كنحط لها السيفي ديالي كتشوف المدرسه اللي قريت فيها كيعيطوا لي في البلاصه. عيطت لي واحد الشركه اللي كبيره بزاف في كازا، وماشي غير في كازا، قول المغرب كامل، ومعروفه بزاف. صراحه فرحت ما كنتش كنتوقع هاد الشركه غتعيط عليا من البداية، قلت خاصني ضروري نضرب واحد العام ولا عامين عاد ربي يسهل عليك شي شركه اللي مزيانه. ولكن الحمد لله مرضي الوالدين عمرو ما يخيب، ضربت الحطه ديالي ومشيت لداك الشركه. دوزوا لي واحد لونتروتيان، الحمد لله وتقبلت. بديت الخدمه ديالي، اول صالير غادي نشد في حياتي شديت 15000 درهم. الصراحه كان عاجبني الحال، كبدايه مزيانه وبزاف. داك الصالير كنت معول غادي نخلي للدار ديالي 5000 درهم و 10000 درهم اللي غنعيش بها انا، على الاقل نعوضهم غير شويه من داك المعاناه اللي عانوا معايا. واحد النهار ساليت من الخدمه مع الست العشيه لقاتني في الدار، وانا جالس كنشرب فتاي كنسمع الدقان على الجهد ما بغاش يحبس. الوالده مشات حلت الباب، كانت مليكه داخله فرحانه وكتنقص، جات عندي وعنقاتني وقالت لي قولي لي مبروك. قلت لي مبروك وعلاش بعدا فرحين حتى حنا معاك؟ قالت لي جات فيا القوعه ديال الميريكان. بقيت مصمم في بلاصتي وكنشوف فيها، شوش كتخابق هادي؟ واش هادي دفعات القوعه ديال الميريكان بلا خباري؟ قلت لها شتك فرحانه علاش ناويه تمشي؟ قالت لي غدا نمشي، انت راك عارف الحلم ديالي هو هذا. قدام الدار قلت ليها مبروك عليك. واحد شويه ناضو كلشي وبقيت انا وياها راس في راس. قلت
ليها وانا في نوم من هذا الشيء كامل. قالت لي مالك انت؟ انا غادي نمشي نصوب الوريقات ومن بعد غادي نتزوج ونديك معايا، حتى انا ما باغيش نعيش برا، الحمد لله قادر نعيش هنا بخير. دونك الا كنتي باغاني انت غادي تبقاي معايا، ما بغيتينيش الله يسهل عليك. تصدمات وبقات جالسه في بلاصتها وكتشوف فيا، ما فهمت والو. بقات كتحاول تقنعني باش نخليها تمشي هي بوحدها وانا نبقى هنايا، ولكن انا ضد هذه الفكره هذه، مراتي خاصها تكون حدايا. قلت لها عندك جوج ديال الاختيارات، يا اما تختاريني انا ولا تختاري الحلم اللي كنتي كتحلميه ملي كنتي صغيره. ما جاوبتنيش وناضت مشات في حالاتها. من بعد 4 ايام سمعتها كتجمع في الوريقات. صافي خويت راسي منها وقلت صافي الله يسهل عليها، اختارت ميريكان الله يسهل عليها الامور ديالها. بقيت انا في الخدمه ديالي عادي، قدات الوريقات ديالها وخرجت لها الفيزا. واحد النهار انا خارج من الخدمه شاد التليفون ديالي وكان دوم مع واحد السيد، ما ديتش البال في الطريقه وهي ضربني واحد الطوموبيل. ما كذبش عليكم، حاجه واحده اللي عقلت عليها هي شي حاجه حمراء اللي ضربتني 100% غادي يكون طاكسي حمراء. ما عقلت على راسي حتى حليت عينيا في السبيطار والوالدين ديالي ضايعين بيا والعائله كامله. الوالده مسكينه ملي شاتني حليت عينيا فرحات بزاف، وشحال هي كدعي معايا. اختي الصغيره حتى هي كانت كتبكي والعائله كامله ضايعين بيا، حتى مليكه كانت واقفه معاهم. طبيب ملي سمعني فقت جا عندي، خرجهم كاملين وبقى كيهضر معايا. الوقيته اللي كان كيهضر معايا كان كيدق لي رجلي بشي حاجه، الوجه ديالو تبدل. قال لي صلاح واش ما كتحس بوالو في رجليك؟ قلت ليه لا علاش. ملي هبطت عيني لتحت لقيتو خاشي واحد العيبه بحال البلا في الفخذ ديالي وانا ما كنحس بوالو. قال لي صلاح ما عليك راه بالصبر، ما غاديش تقدر تزيد في هاد الفتره هادي، ولكن من هنا لقدام ان شاء الله غادي تقدر تحرك، خاصك تكون عندك العزيمه وتا شي حاجه ما بعيده عند الله. المهم على سلامتك، الكسيده اللي درتيها خايبه بزاف وكنتي تقدر تموت فيها. خرج هو وهنا بقيت مصدوم، ويلي حياتي تبدلت في لحظه. يلا كنت عايش بخير والخدمه اللي كنت منها جاتني، كل شيء كان غادي هو هذاك. في لحظه مالكه بغات تخليني وبغات تمشي لميريكان، جاتني كسيده بحال هادي. بقيت كنتعجب علاش وكنقول مع راسي ياك ما دارت شي ذنب وانا كنخلص فيه دابا. ملي عاودوا دخلوا عندي العائله ديالي دخلوا عندي بوجه اخر، من بعد ما كانوا كاملين ناشطين وفرحانين حيت انا فقت من الغيبوبه ولا كلشي داخل كاعي، عرفتهم دواو مع الطبيب. الوالدة مسكينة جات عندي وقالت لي ما دير فراسك والو ولدي، هادشي مكتاب يالله واللي فيها الخير الله يديها. اما الوالد اللي عماني كنت كنصاحبو بحال هكا، كنت كنشوف الوالد ديالي ديما قاصح وديما كيغوت، ولكن فهاد النهار هذا شتو واحد اخر كان مكواني في واحد القمت وعيني بحال الدم، كان كيبكي مسكين وما قادرش حتى يشوف ليا في عينيا. شحال هادي ملي كنت صغير وكنت كنشوفو كيغوت عليا وكيضرب كنت نقول هذا ما كيحملنيش، ولكن عاد عرفت انه كان كيتقاتل معانا على قبل مصلحتنا وكان باغينا نكونو رجال. ما كذبش عليكم، صبرت للضربة، صبرت لداك الشي كامل اللي وقع، ولكن حتى الوالد ما صبرتش ليه. عماني في حياتي شفت الوالد كيبكي ولا في هاد الحالة هادي. خرجو هما كاملين وجا جلس حدايا الوالد وحاول انه يخفي الدموع اللي في عينيه، وقال لي يا ولدي انا عارف كاجل وعارف راسي شنو والد، غادي تقاتل يا ولدي وغادي تمشي مازال. راه الطبيب قال لي الاراده كتبقى ديالك انت بوحدك. حتى انا تم غادي ويعاود يرجع لعندي وقال لي اسمع بغيت ندوي معاك فواحد الموضوع اخر واخا بعيد عليا. تي شنو الوالد دوي؟ قال لي مليكه. قال لي يا ولدي راه ما تصلحش ليك، صافي خليها تمشي، هذيك السيده انانيه وكيهمها غير راسها. قلت لها الوالد كون هاني من هاد الناحيه. خرج هو وفي هاد اللحظه بقيت كندور في حياتي كامله كيفاش كانت وكيفاش غادا وكتبدل. الحمد لله الوقيته اللي دارت فيها الكسيده كنت غابوز في الخدمه، خارج غنتغدى وغادي نرجع. داكشي علاش استفدت بزاف ديال الحوايج، اول حاجه الكلينيك والتعويضات. هاد الكلينيك كل ما كانت ديك الخدمه كنا غادي نخلصوا القليله واحد 8 مليون، وشكون اللي غادي يعطيها عليك؟ الطبيب اللي كان متبع الحاله ديالي صيفطني لواحد السونطه ديال التعويض الطبي، نصحني به وقال لي شحال من مريض صيفطتو ليه، والحمد لله ولا كيجي كاع. الوالد مسكين ولا محل معايا ديال البصح بسببي انا، تسلف الفلوس ومشى دبر في واحد الطوموبيل ولا كيديني يوميا التعويض الطبي عاد كيمشي للخدمه ديالو. وليت كندير 3 ديال الحصات في السيمانه، اما في الدار كانت كتعاوني الوالده واختي، كنت كنغيرهم كيفاش وكيزيدوا يكملوا معايا، حيت الحمد لله كانت عندي واحد العزيمه قويه وكنت كنقول غادي نوقف على رجليا. من بعد 15 يوم ديال المرض هبطات عندي واحد النهار مليكه، سلمت علينا كاملين وقالت لنا
تهلاو. هزات البالي زادي لها ومشات. اخر كلمه قالت لي هي تهلا لي فاسك. من تماك ما بقيت سمعت عليها حتى شي خبار. داز الوقت وانا كنمشي ندير الطاوي الطبي. كان واحد الولد خويا اللي كيدير لي الطاوي. واحد النهار كنمشي تماك كنلقى واحد الدريه، ما نكذبش عليكم، ايه في الجمال، مؤدبه ومصوابه وتعاملات معايا زوين بزاف. سولت عرفتها يلا خدات الدبلوم من بعد ما كملت القرايه ديالها في شي سونطاج ديال الطاوي الطبي. كنت ديما نطلع عليها وكنقول لها صافي مزيان تعلمي فيا انا. هات البنت كانت سميتها اسيا. هات اسيا هي اللي خلات حياتي تبدل 90 درجه. حتى كنطلع ليا الدم وما بقيتش حامل نمشي لذاك الطاوي الطبي، وليت فرحان وباغي غير امتى نمشي ليه باش نتلاقى مع هات اسيا. واخا ما كان بيناتنا والو كنت كنحترمها الصراحه، وحتى هي كانت محترمه راسها. من بعد خديت من عندها النمره ديال التليفون بالحكم زعما الا مرات في الدار شنو خاصني ندير غير سب وصافي. وليت كنوصل للدار وكنبقى ندوي معاها في الواتساب الليل كامل. عاودت لها القصه ديال حياتي كامله، لا من جهه الخدمه ولا داكشي اللي دارت ليا مريم، كلشي عاودته لها. حتى هي عاودت ليا باللي عايشه مع امها بوحدهم، الوالد ديالها توفى شحال هادي وبقات امها كتكافح معها حتى دخلات لها السونطه. مده ديال 4 شهور وانا كندير التاويض كنخسر فلوس صحيحه وحتى شي نتيجه ما بانت. ما كذبش عليكم بديت كنفقد الامل. رجعت لعند الطبيب وعاودت لي الحاله ديالي. راني كنحس براسي كيف ما كنت في الاول، كيف باقي ما كاين حتى شي تحسن. وكندير الطاويض 3 مرات في السيمانه، عاد كنزيد الطاويض في الدار بعد مرات عز الدين ولد خالتي بعد مرات خواتي والوالده حتى هي، والو ما كاين حتى شي نتيجه. الطبيب قال لي خليك معايا، عيط لذاك السونطال اللي مشيت ليه. دوا مع الطبيب الكبير ديالو وسولو على الحاله ديالي. قال لي داك السيد الحمد لله غادي بتحسن كبير، هو ما عارف والو. هذاك السيد في اي لحظه يقدر يوقف على رجليه. راني متبع الحاله ديالو مزيان واللي غير ما يفقدش الامل. الطبيب كان داير اوت بالو قال لي انت سمعتي كلشي على ودنيك، سير ولدي سير الله يجيب لك الشفاء. مشيت للدار وهاد الهضره كامله اللي قال لي ما بغاتش تدخل لي راسي. صافي حلفت ما نبقى نمشي لذاك السونطر. فقدت الامل ديال بصح وبدا كيجيني بحال الياس، وليت غير ساد عليا وطافي التليفون. دازو جوج ديال الحصات ما مشيتش للطاوي الطبي. الوالد عيا معايا والوالده والو ما بغيتش ليهم. واحد النهار كنسمعوا الدقان في الباب. شويه جات عندي الوالده كتدق عليا في البيت، قالت لي صلاح صلاح تكلم لواحد البنت جات لعندك. ويلي البنت شكون هذه الوالده اش كتسطي عليا؟ قلت لها والله حتى كنهضر معاك هي غزاله. خرجت وانا نلقى هذاك البنت اللي خدامه في الطاوي الطبي اسيا. جلست الوالده في الصالون وخرجت في الكروسه ديالي وجلست حداها. سلمت عليها وبقينا جالسين. الوالده مشات عمات اتي بالزربه وجات جلست معنا. قالت لي اسيا علاش ما بقيتيش كتجي للسونطا؟ قلت لها غير كنضيع في الوقت وفي الفلوس وتا شي نتيجه ما كاينه. قالت لي اسمع انا عندي لك واحد الحل زوين باش ما تبقاش تضيع والديك لباك في الخدمه والطريق، انا غنبدا نجي عندك للدار وندير لك طاويض. شوف وما تعطيني حتى ريال. الوالده بقات غير حاله فمها. شويه دارت لعندها وبقات كدعي معها شحال. قالت لها الله يرضي عليك ابنتي. وداك الشيء اللي كان دارت لي اسيا الطاويض في الدار. ومن داك النهار ما بقيتش كنمشي كاع لذاك السونطا، والحمد لله نقصنا بزاف ديال المصايف. ولات اسيا كتجي عندي نهار ان نهار لا. حتى لواحد النهار قلت لها اسيا بغيت غنسولك. قالت لي شنو؟ سول انت علاش كدير معايا بحال هكا؟ كانت خدامه في الرجل ديالي كدي فيها وتجيب فيها، لزقات ميدها وبقات كتشوف فيا تزنقات. قالت لي والو، قال لي لا في سبيل الله وصافي. بيني وبينكم وليت مزعوط فيها ديال بصح، ولكن ما نقدر نقول ليها والو. انا كنبان بحال شي معاق، ما بغيتش نحط راسي في شي موقف اللي غادي نتحرج فيه ديال بصح. ما عرفتي تكون السيده كدير هادشي لي لا في سبيل الله ونجي نقول لها كي كتعجبيني وتمشي ما تبقاش ترجع كاع. داكشي علاش ما غادي نقول ليها والو. كانت فيما كتجي كتلقى الوالده مصوبه لي اتاي كانت كتهلا فيها، وفيما كتبغي تمشي كتبغي تعطي الوالده شي حاجه ديال الفلوس وكتحلف ما تشد من عندها ديال. واحد النهار كندوي انا والوالده وهي تجبد معايا الموضوع ديال اسيا. قالت لي صلاح ولدي بغيت نسولك. قلت لها مرحبا الوالده. قالت لي واش هاد اسيا كتعجبك ولا لا؟ قلت لها الوالده واش هاد الاسئله عاوتاني؟ قالت لي السيده بعدا راه باينه كتموت عليك. قلت لها شتيش كتخافق على الوالده؟ قلت لها السيده كتجي لي لا في سبيل الله وصافي. قالت لي ولدي انا راه ماغ والعيالات حنا كنعرفو بعضياتنا، هاد السيده راك عاجبها بزاف وبيني وبينك ولدي والله ما غتلقى احسن من هادي، هادي اللي وقعت معاك في الشده. الوالده قلت لها راك زدتي فيه بزاف. ونزيدك واحد القضيه الوالده راه عمرني ما نقول لها شي حاجه، انا ما قادت على شي قمعه اللي غتبقى لاصقه ليا في حياتي كامله. صافي السيده كدير الاجر خليها دير الاجر ديالها، وحتى انت الوالده عمرك تقولي لها شي حاجه. قلت لا لا اش قربنا حنا لهاد الهضره هادي،
داكشي بيناتكم. قاد داك اسيا مسكينه المده ديال عام وهي كتجي عندي. المده ديال عام ماشي سهله، عام وبنادم كيختار طونسبور من جيبو وكيجي ديالك طويل ويمشي، حتى ولينا عاطينا الطوبل ديال الساوت ولات كتدخل بوحدها. واحد النهار الوالده سولت اسيا قدامي، قالت لها اسيا انت تبارك الله زوينه وظايفه والله عمرها هضره، علاش ما تزوجتيش لدابا؟ بقات كتشوف فيها وقالت لها ما مكتبش خالتي. قالت لها انا عارفه ما مكتبش، ولكن حاجه وحده، راه ما يمكنش يكون عمو ما جاك شي واحد يخطف فيك، راه انا بنتي كنت راجل الله ما نزقلك. بقات كتضحك اسيا وقالت لها لا خالتي، راه شحال من واحد جا باش يخطبني، ولكن الجيران الله يهديهم وصافي. حدا قالت جوج كلمات وما بقات زادت والو، وكتبان لينا السيده تبدلات، غمست الوالده وهي تقلب الهضره. من بعد الوالده قالت لها والله بنتي ما كرهتك لولدي، ولكن ماشي دابا، حتى صح ما نعطيش لك بحال هكا ما تخافيش. دارت شوت في اسيا وقالت لها انا هذه هي الحاجه الوحيده اللي عمرني ما نديرها في حياتي، هي انني نتزوج بشي واحد مولي عزلات ليه، خاصني ندوي مع السيد ونكون انا عاجبني، وحتى انا خاصني نكون عاجبه ونتفاهم انا وياه وديك الساعه نتزوجو. اما نتزوج بواحد غير حيت انا عجبت امه، لا هذه اخر حاجه تكون ليا. الوالده بقات كتشوفها وعجباتها بزاف. من بعد ما كملت لي الحصه ناضت مشات، الوالده شدت واحد المخده ويضربني بها الوجه. يا الحمار واش ما كتفهمش، السيده راه بينات ليك، المره الجايه غدوي معاها والله ما دويتي معاها حتى ندير لك الشوهه ونحطك قدام امر الواقع. قال الوالده انا غير خايفه، قطعتني وقالت لي ما عندك مناش تخاف، على حسابي هات البنت والله تباغك. مهم نهار اللي عندي الحصه ديال الطويض، الوالده مسكينه عاونتني ودوشت وبدلت الحاله ديالي، حسنت وجلست هو هذاك. دخلت اسيا فطات وبدات كدير لي في الطويض. من بعد ما سالات يلا كانت باغا تخرج، انا كنت مزنق وحشمان وما قدرت نقول ليها والو، الصراحه كنت خايف بزاف من ردة الفعل ديالها. الوالده قالت لي اسيا تكلمي تكلمي صالحه بغي يقول لك شي حاجه، وبدات كتغمس فيا وكتحلف عليا من وراها والله حتى غادا تشوهني. دخلتني الوالده لداخل وقالت لها دخلي دخلوا لداخل. دخلت وسدات علينا البيت، بقيت كنشوف تعيت وقلت لها اسيا راكي كتعجبيني بزاف وليت كنبغيك وما كرهتش نكمل معك حياتي، طبيعة الحالي الا قبلتي عليا. يلا بغات تقول شي حاجه قلت لها قبل ما تجاوبي الا ما قبلتيش عليا بحال هكا انا كنحترم قرار ديالك وما غادي نكعم والو وغنبقى نتعامل معك عادي. خلتني حتى ساليت وقالت لي ساليتي؟ قلت لها اه. قالت لي حتى انا كنبغيك وحتى انا باغا نكمل معك حياتي واخا انت بحال هكا، وان شاء الله كل شيء عند الله قريب، ولكن بشرط واحد. قلت لها شناهو؟ قالت لي هو تعيش حياتك عادي، ما تبقاش غير جالس في الدار، خش خدم شركة طاح يخدموك واخا بالكروسه ديالك. شحال من شركه كنمشي ليها كنلقى شحال من خدام بالكروسه ديالو، بنادم خصو يعيش عادي، علاش غادي يبقى ساد على راسو؟ ما كذبش عليكم، كيف قلت لكم في الاول هاد اسيا هي اللي بدلت لي حياتي 90 درجه. قلت لها انا موافق على الشرط ديالك، ومن تماك بدات العلاقه ديال الحب ديالنا. مهم مع حلت اسيا الباب بغات تخرج، لقات الوالده واختي كيتصنتو حدا الباب، الشوهة ديال البصح. الوالده شافت في اسيا وقالت لها واش نزغت؟ بدات كتضحك وهي تمشي، والوالده وهي تعطيها التزغيت. اسيا مسكينه هزات صندالتها في يديها وهابت. هبطات خالتي لعندنا وقالت لنا مالكم شنو واقع؟ فرحونا حتى حنا معاكم. عاودت الوالده داكشي اللي كاين، حتى خالتي فرحات ليا. سولت الوالده على بنتها، قالت لها الحياه صعيبه بزاف ميريكان، راه تكاسرت شويه في الاول ولكن الحمد لله راه تلاقات مع واحد القاوي غادا تزوج هي وياها بحال والو، العام الجاي تجي. المهم الغد ليه بديت حياه جديده، لبست الحوايج ديالي وخرجت في الكاروسه ديالي، ما كنت باغي نعول على حتى شي واحد. الخدمه اللي كنت فيها كنت عارف هما غاديين يردوني، تقريبا شي عام والصف وانا جالس. داكشي علاش صوبت سيفي جداد وخرجت للشارع، شديت واحد الطاكسي هبط من الطاكسي مسكين وعاونني، ركبت لقدام وطلع لي الكاروسه الفوق، وصلني لواحد البلاصه اللي فيها واحد الشركات اللي في المستوى. من بعد ما وصلت من الطاكسي مسكين عاوتاني هبط لي الكاروسه، عطيتو الفلوس وقتي صافي غنخرج الصف. صدمني مسكين ملي رجع لي فلوس كاملين وقال لي والله ما نشد من عندك شريال، بقى كيدعم عايش حال باش ربي يسهل عليا في خدمه. المهم مشيت لواحد الشركات كانوا قراب للشركه ديالي، بديت كندفع لهم شويه، ما كنتلاقى غير مع الشاف ديالي، جا عندي وقال لي صلاح على السلامه كي بقيتي شويه؟ قلت الحمد لله. قال لي اسمح لي بزاف ما كنجي عندك ما والو، حتى التليفون ما عيطش ليك، والله الا راني حشمان شوفي. قلت لي لا ما كاين حتى شي مشكل، عارف مع الوقت بنادم عاطيه غير الجي وصافي. قال لي واش جاي دير هنايا؟ راه جاي نقلب على شي خدمه وصافي، عييت من الجلسه في الدار. قال لي ودابا غادي نتقلق عليك اصاحبي. قال لي انت راك باقي خدام معانا، راه الدوسي ديالك باقي محتفظ بيه كيف ما كنتي في الاول، انت عندك اكسيدون طافاي ماشي منك عادي، سير في حالتك ارتاح دابا
والغد ان شاء الله جي الخدمة ديالك. بوست ديالك باقي كيتسنى فيك، ما كدبش عليكم. فهاد اللحظة هادي الله ضاعت بيا، فرحت بزاف، قلت الحمد لله ربي ما خيبنيش. رجعت للدار وكنت ناشط ديال بصح. اول حاجة درت عيطت على اسيا وفرحت معايا. جات لعندي للدار وكنا كاملين فرحانين، حتى خالتي كانت جالسة معانا وفرحات بزاف. المهم رجعت للخدمة ديالي، لقيت صعوبات في الاول ولكن الحمد لله بدات كتيسر. بقيت خدام لمدة ديال 3 شهور. الوالد ما بقى كيبغي يشد من عندي حتى ريال، قال لي ولدي اجمع فلوسك وكون المستقبل ديالك، هادشي اللي غتعطيني راه زايد فيك. انا الحمد لله قاد براسي، الا شفتك غانت عايش بخير حتى انا غادي نكون بخير. كنت ديما كندور مع اختي اللي كانت حتى هي كتقرا مزيان وكنت كنعاونها في كل شيء. المهم بديت كنجمع في الفلوس، كنت ناوي ان شاء الله غير نكون شي باطمه مزيانه ونتزوج انا واسيا. كنت تقريبا كنشوف اسيا يوميا، كانت مسكينه حتى كتسالي الخدمه في العشيه ونسالي حتى انا، عاد كتجي للدار ودير لي طويض. واحد النهار دويت مع اسيا باش نشوف الوالده ديالها، مده وانا كنعرف اسيا وعمري ما عرفت امها كيفاش دايره. بغيت نتعرف عليها، قلت لها هاد البلان وبقات كتقول لي واخا. صافي حتى من بعد واحد النهار دويت معها وانسيسيت عليها بزاف، قلت لها بغيت نشوف الوالده ديالك، قالت لي صافي اليوم ان شاء الله نتلاقاو. عيطت لي مع السته ديال العشيه وقالت لي انا كاينه في القهوه انا والوالده، ومشيت لعندهم ما فهمت والو، علاش ما خلاتنيش نمشي عندها للدار. جلست معاهم في القهوه وكانت كتبان امها باينه قبيحه من وجهها، سلمت عليهم وجلست حداهم. بقيت شحال وانا كندوي مع الوالده ديالها اللي قلت لكم الله يسمح ليا الوجه ديالها كيخلع بزاف. اتفقنا على كل شيء، الحمد لله ما عكست ليا حتى شي حاجه. اتفقنا من بعد واحد 4 شهور غادي نديروا واحد خطبه كبيره. اسيا شاطات عليا باش الخطبه نديروها عندنا حنايا، قلت لي انا ما عندي لا عائله لا والو، كاينه غير انا والوالده والداب كلنا ما عندناش معاه، داكشي علاش من الاحسن نديروا الخطبه عندكم في الدار. قلت لها صافي مشات. واحد النهار كان جو فيري ما كنتش خدام، صبحت ناعس داك النهار، شويه كنسمع الدقان ملي حلت الوالده كنلقاو بنت خالتي جات من ميريكان، سلمات علينا كاملين وجلسات فطات معانا. كنت كنهضر معها عادي، سولت على الغربه كيفاش دايره، ولكن كتبان لي السيده ماشي هي هذيك، ما قدرتش على الغربه. غير من الطريقه ديال الهضره ديالها عرفت كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك، ولكن هي ما قالت لينا والو، كل شيء الحمد لله وصافي. من بعد سمعنا الدقان ويدخل اسيا. اسيا ملي شافت بنت خالتي بقات مصدومه وما حملاتنيش، خصوصا كيف قلت لكم بنت خالتي حتى هي بياسه، ونفس الشيء بنت خالتي حتى هي شافت اسيا وبقات مصدومه، حيت الدريه كيف قلت لكم حتى هي زوينه. ملي شفت اسيا ما متاحاش جريتها لعندي وشديتها في يديها وقلت لها بنت خالتي كنقدم لك ماتي، هادي اسيا. قالت لي صافي تزوجتو، قلت لها لا حنا باقي مخطوبين، قريب ان شاء الله غادي نديرو شي عاصم فاقع. دارت عند اسيا وقلت لها هادي بنت خالتي ملكه. ضحكوا بيناتهم داك الضحكه الصفراء وقالت لها مشرفين. بنت خالتي جمعت الوقفه وطلعت للدار. اسيا كانت كتقرص ليا في فخادي وانا ما حاسس بوالو، حتى كنهبط عينيا كنلقى يداها كيقرصو فيا. قلت لها مالك؟ ما عارفانيش ما كنحس بوالو، قرص لي الفوق بعدا. قالت لي وعلاش جالس معاها في الطبله؟ صافي جات الله يجيبها على خير. اسيا مغياره بزاف، قالت لي وبالسلامه شحال غادا تجلسات بنت خالتك هنايا؟ قلت لها والله ما عرفت، هيا الله جات اليوم. قالت لي انا جايه دابا. مشات لدارهم ويجمع حويجه كاملين وجات جلسات في الدار عندنا. قالت الوالده سمحي لي بزاف انا غادا نبقى معاكم هنايا حتى تمشي بنت خالتو. الوالده بقات كتضحك على الجداد وقالت لها مرحبا بك ابنتي بحال داركم هذه. المهم الوالد مسكين ولا كيوصلنا الصباح بجوجنا للخدمه، عاد كيمشي لخدمته، وفي العشيه كيطاقنا عاوتاني وكيرجعنا. المهم دازت الوقت وبنت خالتي ما رجعتش لميريكان، واسيا بقات معايا في الدار حتى وصلت الوقيته اللي غادي نديرو فيها خطبه كبيره. جمعات العائله كامله والوالده دارت كاع داكشي اللي خاصو يدار وجدات كلشي، جابوا لي واحد كوستا نادي وجاو شي 20 قدام من ايامات الكليه حتى هما غاديين يحضروا العرس ديالي. الوحيده اللي ما كانتش كتبان هي بنت خالتي. سولت على خالتي اللي كانت كتجري مع الوالده، قلت لها ولدي غدا وصافي راه رجع شويه ماشي هي هذيك ما عرفت مالها. بيني وبينك ولدي والله الا ندمت حتى خليتها تمشي. المهم وصلنا نهار ديال الخطبه، كانت عندنا واحد الصاله كبيره في الدار هي اللي تجمعوا فيها العائله كاملين، وكانوا حاطيني انا واسيا الوسط حتى من الشاف ديالي كنت عارض عليه. المهم درنا داكشي كامل، وصلنا الوقيته ديال الخواتم، ركبت لي هي الاولى الخاتم. من بعد جات النوبه ديالي وانا صدم كلشي، وقفت على رجليا. كاع الناس اللي كانوا في الخطبه كلشي كيغوت، الوالده كتزغت، كنت كنسمع الغوات ديالهم كاملين، كلشي كان فرحان بيا. اما الوالد
أو تاني الدموع في عينيه. جاكي جالي مسكين وعنقني، قال لي على سلامتك أولدي، كنت عارف ولدي راجل وغادي يديرها، حتى من بنت خالتي كانت جالسة في واحد الكوان وكتشوف فيا والدموع في عينيها. داك اللحظة فاش وقفت ليهم ما نكذبش عليكم، بسبب داك الكسيدة اللي كنت درت وبسبب شي مشاكل كانوا عندي فقدت الرغبة في الحياة، والحمد لله ربي صيفط لي هاد السيدة بحال شي ملك، هي اللي عتقاتني وهي اللي خلاتني نوقف على رجليا، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى رزقني باش نقدر نعوضها وخا غير شوية. بس لي راسو عنك تا ما كذبش عليكم، مقدرش نتحكم في الدموع ديالي، بديت كنبكي بحال شي دري صغير. واحد الوقيته كتبان لي بنت خالتي وقفات والدموع في عينيها، خرجت من العرس وطلعت لدار الفوق، حتى من آسيا ردت ليها البال. اما الوالده ديال آسيا ما كانتش كدوي كاع، جالسه في واحد الكوان ديالها، وكان الله يسمح لي وجهها كيبان زاك وما دوات مع حتى شي واحد. الوالده ملي شافتها بحال هكاك عيطت عليها وجابتها تصورات معنا. الحمد لله قبل الخطبة ديالي واحد النهار حلت عيني في الصباح، بديت كنحس بشي حاجة في رجليا، وهاد الإحساس عماني ما حسيته من هضرة الكسيدة. ما جلستش في الكروسة ديالي كيف ديما، وبقيت متكي في بلاصتي، وبقيت مضاب وكنحاول نحرك في رجلي، شوية قدرت نحركها، ما قلت ليهم حتى شي حاجة. ما مشيتش داك النهار الخدمة، وبقيت مضاب في البيت ديالي نهار كامل. من بعد شي ثلاثة السوايع ديال العذاب، قدرت نتني رجليا، وبشوية بشوية بقيت كنتني وكنسرحهم. من بعد لقيت راسي قادر نتحرك. فقت واحد النهار في الصباح ومشيت عند الطبيب ديالي، عاودت لي البلان اللي وقع، قال لي راني قلت لك غادي ديرها، خاصها غتكون عندك العزيمه. وكل نهار بديت كنتمشى بشويه في الدار حتى وليت قادر نمشي، وخليتها لي مفاجاه حتى للخطبه ديالي. الحمد لله وليت كنمشي للخدمه على رجلي، غير واحد العكاز خفيف في يديا بين ما وليت بخير. واحد السيده كانت ماتت من العائله ومشاو الدار ديالنا كاملين، عيطت علي الوالده وقالت لي الغدا ديالك غادي تلقاه في الفران، حنا راه مشينا نعزي واحد السيدة. المهم دخلت للدار وكنت فيها غير انا بوحدي، شوية كنسمع الدقان ملي كنحل الباب كنلقاها بنت خالتي، دخلت وسدات الباب. انا كنتغدى وهي جالسة كتشوف فيا، من بعد قالت لي صلاح بغيت نسولك، ليها مرحبا سولي، قالت لي واش نسيتيني؟ قالت لي الله يا ودي علاش غادي ننساك، جاكي بنت خالتي، قالت لي انتاك عارفني شنو كنقصد، قالت لي شكون اللي نسى الاخر، انت اللي عزلتي الغربة وتخليت عليا في واحد الظروف اللي كانت صعيبه بزاف. قلت لي اه ولكن انت كنتي عارفه الحلم ديالي هو مشي للغربه. قلت لي وها انت مشيتي لها دابا صافي عزلتيها هي الله يسهل عليك. قلت لي دابا هاد اسيا كتبغيها ولا غير بغيتي تزوج بها وصافي؟ قلت لها ما نكذبش عليك كنموت عليها، هاد السيده ما شفت منها غير الخير، وقفات معايا في شي ظروف اللي صعيبه بزاف، اللي تحمل واحد ما قالش عليا وتخلى عليا فيها، وهذه هي اللي تستاهل نكمل معها حياتي. ما عاودتيش لي القصه ديالك في امريكان وعلاش رجعتي وشكاش على ماشي هذيك. قلت لي ما كذبش عليك ندمت حتى مشيت وصافي، ماكنتش كنصحاب الظروف هاد القاع بحال هكاك. اول مره فاش مشيت ديت معايا شويه ديال الفلوس وكريت فواحد لوطيل وبديت كنقلب على خدمه. اول مشكل لقيته هو لونغلي، انا عندي غير الفرنسي. من بعد سالوا لي الفلوس وما لقيت لا خدمه لا والو، حتى من لوطيل ما لقيتش اللي يخلصوا ليا. تعرفت على واحد البنت كنت كنمشي نسكن معاها، وداك البنت كانت كتخدم عند شيكوا، ضبات لي فواحد خدمه ومشيت خدمت فواحد الدار. اخر ايامات وليت كنخدم في الديور، طلع لي الدم وليت باقا رجع غير في حالاتي. تعرفت على واحد القاوي وقال لي واش نتزوجوا انا وياك. صراحه ما لقيت حتى شي حل باش نعتق راسي من داك العيشه ديال الزبل. قبلت باش نتزوج بيه وتزوجنا واخا هو ماشي مسلم. دوزت انا وياه شهرين، واحد النهار كنسمعوا شي واحد كيفرقع علينا في الباب، دخلوا البوليس جاو هزوه من حدايا. ملي تبعتوا الكوميساري ديالهم قالوا لي هذا اكبر بزنس، طابوه ب 14 عام ديال الحبس. من نهار وقع لي هاد البلان طلع لي الدم ورجعت في حالاتي. قلت لها هادشي كامل عشتي لهيه ورجعتي عند رويدة السوكو ديالك؟ قالت لي لا ما تفهمنيش غلط، راني كنت مضطرة وصافي. قلت لها حتى دابا لا ما وقع حتى شي مشكل، الله يسهل عليك شي ولد الناس اخر. قلت لها الله يجازيك بخير، تقدري تخرجي دابا، راه شوية غادا تجي اسيا، الا لقاتك هنا ما غاديش يعجبها الحال. جمعت الوقفة وبدات كتخنزها فيا وهي طلع للدار، مع طلعت هي مع دخلات اسيا. باش نبقى انا وياها زوينين عاودت لها كاع داكشي اللي دار بيني وبين بنت خالتي، حيت انا ما كنخبي عليها حتى شي حاجه. المهم دازت الوقت، الحمد لله الصحه ديالي رجعت كيف الاول وحسن كاع. دازت مده وانا خدام وانا كنجمع في الفلوس، كنت باغي غير نكيف الاول، ومن بعد متاكد من راسي غادي نطلع النيفو مزيان في الخدمه ونقدر نشري طوموبيل وبارطما ديالي. بنت خالتي وجهها الصحيح ديال بصح، تخلت عليا في اشد الظروف اللي انا فيها، ومشات زنقات تاعيات في ميريكان وبغات ترجع وتلقاني باقي كنتسنى فيها. الحاجة الوحيدة اللي ما عرفهاش هي
هي أنني ضربت عليها كاوا، نهار فضلات ملي كان عليا أنا. حتى من خالتي مرة ولات كتوح لي الهضرة وكتقول لي أنت خليتي العائلة وغادي تجوز من البراني. قلت لها خالتي كنتمنات الموضوع هذا يتسد في خطأ، حيت بنتك هي اللي عزلت الطريق ديالها وكل واحد فينا الله يسهل عليه. كنت جامع شي فلوس وعطاوني شي بريمات في الشركة، والوالد مسكين باع خوته شيواته وعطاني شي فلوس وقال لي اسمع هاد الفلوس ديالك انت واختك انا غادي نعطيهم لك دابا انت كاملين، غتشري بهم الدار غادي تسكن فيها، ومن بعد غادي تبقى ترجع عليا بشوية حتى تكمل النص باش نعطيهم لاختك حتى هي. عندك الوالد وصل لي راسو ليها شكرا بزاف. داكشي اللي دات شريت واحد باطمه اللي زوينه بزاف وكانت قريبه ليا الخدمه ديالي. صراحه في الاول ما كنت باغي نقولها لتا شي واحد، ولكن الوالد الله يهداه وصافي قالتها لختها حيت كانت فرحانه بزاف، وداتهم كاملين شافوا الدار. خالتي وبنتها شافوا الدار تزعطوا فيها ديال بصح. كتعاود لي الوالده بلي خالتي شافت بنتها وقالت لها سرك انت اللي تخليتي عليه وراك انت اللي عايشه فيها دابا. المهم بدينا كنفرشوا فيها على الذوق ديالنا انا واسيا. كنت باغي نتكاتب مع اسيا في الخطبه ولكن قالت لي خلي حتى النهار العرس، بغيت ندير واحد الطريقه زوينه كيكون العدول ونتكاتبوا قدام الناس كاملين. لا صافي ماشي مشكل اي حاجه بغيتيها نديرها لك. المهم داز الوقت وبقالنا العرس شي سيمانه. الشاف ديالي عرفني غادي نتزوج عطاني واحد الكونجي في شهر وبدا العد التنازلي. من بعد بقات 3 ايام وجدت الحطه ديالي ومشيت مع اسيا حتى هي شارت الكسوه ديالها. كنت هادشي كامل كنقضي انا واسيا بوحدنا، الوالده ديالها ما على بالهاش كانت كتقول لي اسيا ديما الوالده راه عيانه صافي خليها ترتاح. من بعد ما بقات يومين العرس فقت واحد النهار الصباح بكري ملي حليت عينيا كنلقى راسي في البحر. اش كندير هنايا الله اعلم. بيني وبينكم والله ما فهمت شي حاجه، نطت وبديت كنتمشى الرمله هادي واش انا كنحلم ولا شنو. ولكن بصح ما كنتش كنحلم، لقيت راسي في واحد البحر اللي بعيد بزاف على المدينه. ويلي شنو جابني هنايا؟ احتاج ليا كنت حفيان وكانوا حوايجي ممسخين ومقطعين. هادشي والله ما بغى يدخل ليا الدماغ ديالي حتى من ريحتي كانت خانزه بزاف. وصلت حدا واحد الطوموبيل شفت في المرايا، ملي شفت وجهي تخلعت عندي واحد اللحيه وجهي كان موسخ بزاف. كنت غادي نتسطى شنو هاد المصيبه هاي؟ واش انا في حلم ولا شنو هادشي؟ ركبت واحد الطوبيس اللي غيديني ديريكت حتى الدار. مع طلعت مع الشيفور جا عليا بقيت كنتسنى شويه ضربت على رجليا. من بعد شديت طوبيس اخر يلا جا الشيفور بغا يجي عليا ونقصد واحد المرا. قلت الوالده الله يرحم ليك الوالدين انا ما مسطي ما والو خلص عليا غا الطوبيس. سمع واحد راجل وقال لي صافي خويا غا جلس خلص لي ورقه وجابها لي حتى لعندي. جلست حدا واحد السيده شدات النيف ديالها مسكينه الله يحسن العوان ما قدرتش تصبر. قلت لي عافاك بغيت ننزل دابا. نزلات وهي تمشي لقدام كاع هادوك اللي كانوا جالسين حدايا كلهم ناضوا من حدايا حتى هي حدي اللي كانت كتقلب ديال بصح. المهم وصلت للبلاكه اللي قريبه ليا ونزلت في حالتي. مشيت ديريكت للدار بديت كندق حلات لي اختي. قالت لي خويا الله يسهل عليك. قلت لها تحلي الباب البهوشه كيفاش الله يسهل عليك انا اخوك صلاح. شافتني مسكينه ويدها تغوت على الجد ماما صلاح جا. خرجوا كيتجاراو كاملين وكيعنقوا فيا وانا ما فاهم والو. دخلتني الوالده مسكينه ديريكت للحمام دوشت وبدلت الحاله ديالي وحسنت عاد خرجت عندهم. مع جلست حطاتي الوالده الماكله دخلت فيها طول وعرض كان في الهيمه ديال بصح. من بعد قلت لها الوالده فهميني راسي غيتفرقع عليا شنو وقع؟ انا عاد البارح كنت كنوجد العرس فقت لقيت راسي مليوح في البحر وحالتي حاله ومسخه شنو وقع ليا؟ الوالده قالت لي البارح قالت لي 8 ايام وحنا كنقلبوا عليك. قالت لي واحد النهار فقتي مع 3 ديال الصباح وبديتي كتغوت على الجهد عينا من هدنو فيك والو. من بعد دفعتينا وخرجتي كتجري من داك النهار وحنا كنقلبوا عليك وتقول الاثار ديالك واش كاين. الوالده واش شادين فيا؟ هادشي اللي كتقولي فيه كامل والله ما عاقل على حاجه منه. كنقول لك حاجه وحده اللي عاقل عليها وانني كنت كنوجد العرس ديالي انا واسيا وكنا كنفرشوا في الدار وكانت باقى يومين العرس ديالي. من بعد قلت لك كنحل عينيا كنلقى راسي في البحر. اول حاجه بديت كنسول عليها هي اسيا. خالتي بدات كتشوف في الوالده وقالت لي ولي غنسع لك هذيك البهوشه راه هي اللي دارت لك هذه الحاله كامله وكلاتك شي حاجه ولدي. ونزيدك واحد القضيه مشينا سولنا على امها لقيناها شوافه داكشي علاش كانت كتهرب عليك مده كامله وما بغاتش تجيك عندها للدار حيت كون مشيتي لدابو ما سولتي عليها غادي تعرفها شوافه وغتعتق راسك. دابا واقيلا خافت كلا تهرب عليها وهي توكلك شي حاجه. قلت لها فينا هي دابا؟ قالت لي راه جيت عليها انا وامك عمرها باقا تعتب عندك. انا كندوي مع راسي وكنقول اسيا ما ديرهاش
انا عارف داك السيده شنو كتسوى. سولت والدي على التليفون ديالي، قلت ياه كاين في البيت. مشيت شعلته، وصلني 70,000 ميساج، لا من الخدمه ولا من عند اسيا. ملي كنتصل باسيا كنلقى التليفون ديالها طافي، ومصيفط ليا ميساج واحد: صلاح انا والله ما درت لك شي حاجه، وعمري في حياتي ما فكرت ناديك، وانا كنبغيك بزاف، وانت راك عارف شكون السبب في هادشي كامل. المهم تهلا فاسك، عمرك مازال باقي غادي تشوفني، تهلا ليا فاسك. وليت كنعس بالليل كنبدا نحس بشي واحد ناعس حدايا، كنسمع النفس ديال شي واحد جالس حدايا، وشكون الله اعلم. ملي كنطوم ما كنلقى حتى شي واحد. من بعد بديت كنحلم شي حلمات خايبين بزاف، كنوض كنغوت بالليل. هاد الوقيته كامله اللي كنت جالس في الدار، كانت بنت خالتي هي اللي مقابلاني، اي حاجه بغيتها هي اللي كتعطيها ليا. واحد النهار الوالده دارت كسكسو وتغداو كاملين، انا ما كنتش قاعد نوض، كنت مطحطح ديال بصح. جات بنت خالتي وجابت لي واحد الطبسيل ديال كسكسو، حديك لي داك الطبسيل، ما كذبش عليكم، وليت واحد اخر. بديت كنحس بالتبويشه في الجسد ديالي كامل، وليت عايش بحال شي واحد مستوه غنطادق عيني. اللي قالوا عليا كنقول لهم صافي واخا، ما بقيت كنسول على حتى شي واحد، حتى اسيا ما بقيت شدي جافها كاع. كانت والده مسكينه ديما كتقول لي يلا هديك عند شي راقي يدير لك رقيه. خالتي كتقول ليها تاش غدير بهذاك الزبل، تا ما عندهم ما يديروا ليه، انا غادي ندي لك عند واحد الفقيه والله تيوقفوا لك على جلي. انا ضات عند خالتي وقلت لها لا انا ما باغيش نمشي عند فوقها، انا بغيت شي راقي. قالت لي صافي انا غادي نجيب لك واحد دابا. خرجت شويه تما الداخله هي وواحد الفقيه، جا عندي وبقى كيقع عليا شحال، ومن بعد ما بقيتش عقلت على راسي. ملي فقت قال لي كتعرف شي وحده سميتها اسيا؟ قلت لي اه. قال لي هي اللي قادت لك الدابا، الحمد لله على سلامتك، راه حنا عالجناك، دابا غادي نعطيك واحد الماء ديال القران غتولي ديما توضى به، وهاد الماء دا غادي نعطيه ليك غادي تشربو كامل، هو باش غادي دير استفراغ وغسيل ديال المعده، وان شاء الله غتولي بخير. ونصيحه ولدي، بعد من داك الزبل ديال اسيا، راه باين عليها السحاره. واخا هادشي اللي قالوا لي كامل ما بغاش يدخل لي هادشي لراسي، علاش اسيا غدير شي حاجه بحال هادشي؟ حنا اصلا كنا مفاهمين. بديت كنتفكر الهضره اللي قالت لي خالتي ديال امها شوافه. صراحه الوجه ديال امها كيبان عليه شوافه، ولكن خاصني نتاكد من راسي. مشيت للسونطا اللي كانت خدامه فيه اسيا وسولت عليها. قالت لي واحد البنت مشات من هاد الخدمه هادي شي 15 يوم ما بقات جات. عافاك اختي، تقدر تواريني دارهم فين ساكنه؟ قلت لي والله اخويا ما عرفت. تميت خارج في حالي وتقول لي بلاتي بلاتي اخويا. بقات كتقلب في شي ورقه ويتجبد واحد الفوتوكوبي ديال لاكارت ديالها، عطاتني العنوان وقالت لي هاك سير قلب عليه. داكشي اللي درت، خديت داك العنوان ومشيت ليه ديريكت. وصلت لواحد الدابة سولت واحد مول الحانوت، حدين عاد لي الدار ويقول لي اعوذ بالله دار الشوافه هاديك. صافي عرفتها هي الشوافه، هي سببي في هادشي كامل. الحمد لله ربي دا لي الخير وما تزوجش بها، كنت غادي نتصيد. رجعت للدار ديالي وتاحيت شويه. واحد النهار بدينا كنسمعوا الطقان، ملي حلت الوالده كتلقى اسيا. الوالده كانت عزيزه على اسيا بزاف، واخا هادشي كامل اللي وقع ما قدرتش تجاهلها. دخلتها مع الباب وقالت لها سمع بنتي ودي الله رجع ولا بخير، الله يهدي عليك، ما بقيتش قادر نتحمل ولدي توقع لي شي حاجه عاوتاني. ولدي تعذب في حياته بزاف. كانت اسيا كتشوف فيها وكتبكي وكتقول لها والله اخاتي ما درت لي شي حاجه، انت عارفاني انا شحال كنبغيه. سمعت الصوت ديالها وخرجت كنجري. ملي شفتها ما كذبش عليكم، وجهها كان كيبان لي بحال شي ديب. بديت كنغوت وكنقول لهم خرجوها عليا، ما كنحملهاش. تفو شو كيديرها؟ خرجيها الوالده، قلت لك خرجيها. هزيت واحد القاعه ديال الماء وانا ضابها مع الحيط. اسيا بقات كتشوف فيا مصدومه وخرجات. حدها خرجات هي وانا رجع عادي، بحال ما وقعت لي حتى شي حاجه، بحال ما هزت القاعه على والو. بديت كندوي مع الوالده عادي، بحال حتى ديك اسيا ما شفتهاش كاع. الوالده براسها تخلعات وبقات كتشوف فيا. قلت لي صلاح مالك درتي هاد الحاله كامله؟ يا مالك الوالده شنو درت؟ قلت لي علاش هزتي القاعه؟ قلتي التلفازه. تاش من قاعه الوالده الله يهديك، انا والله ما درت شي حاجه. الوالده عرفات كاينه شي حاجه ماشي هذيك، ولات مخلوعه عليا بزاف. الوالده لبست جلابيتها وخرجات بالزابه، ما عرفتهاش فين مشات. المهم دازت الغد ليها، ناضت الوالده الصباح بكري وما قالت لتا شي واحد شي حاجه. هزاتني هي والوالد وخواتي وداوني حنا غاديين في الطريق. قلت لهم راني عارفكم فين غاديين بيا. شكون هاد الراقي هذا؟ رياض. سيرو والله ما تصور شي حاجه، وكنت مطادق عينيه في الوالده. الوالده مسكينه والخواتي الصغيره كيموتوا بالخلعه. مازال الوالد كان مدين شويه، ما تسوقش ليا، بقى مخدم القران وتمينا غادي داك الطريق كامله. حدنا وصلنا عند واحد الراقي كانت باينه فيه الله يعمر هضره، وبين السيد كيخاف الله. عاودي الوالد داكشي اللي قلت لهم في الطريق،
داش فيا وقال لي ياك عارف راسك بعدا جاي لعندي. ايوا وجد لي راسك دويت مع عادي وقلت ليه مالك السي الفقيه حالف عليا ولا شنو؟ قلب الهضره وقال لي اجي معايا ولدي اجي. ما كذبش عليكم حدو شدني من يدي كنحس بالضو كيضرب ليا في العنقره ديال راسي. تم غادي بيا ودخلني لواحد البيت وكانوا العائله ديالي كيتفرجوا فيا من ورا واحد الدجاجه. سول الوالده ديالي على شنو وقع ليا وعاودت ليه كلشي. قالت ليه بلي كنخاطب واحد البنت وهذيك البنت ما عرفت شنو دارت ليه ولا غير كيشوفها ما كيحملهاش. عاد زيد مده هو كيبات غير في الزنقه ما لقيناه غير بزز. داك الراقي بقى كيقرا عليا شحال من بعد ما بقيت عقلت على والو. ملي فقت عاد بدا كيعاود لي القصه ديالي. قال لي اسمع هذيك بنت الناس راه ما دارت لك والو اللي سحلت لك هي خالتك وبنتها وما نكذبش عليك ولدي راك شبعان سحور ديال بصح. عاد زيد عندك واحد التوكال اللي صعيب باش يتحيد. الوالده دارت عنده وقالت ليها وعلاش ملي شاف داك البنت بدا كيسب فيها وجا عليها ولا بحال شي وحش قاعد يتزاج فشخه مع الحيط كل جابها فيا كوقتلني راه كيشوف فيها اللحيه وقال لي هما مستحيل ليه باش يولي كاها. هاد البنت مسكينه ما عندها ثار سحاو ليها باش ميبقاش يحملها. سولني على القصه ديال بنت خالتي وعودتها للوالده كامله. قال لها صافي هادشي علاش ابغى ترجع لي باي طريقه. قالت الوالده وشنو الحل دابا شنو المعمول؟ قال لها اول حاجه ما خصوش يبقى ساكن في هذيك الدار. هاد اختك وبنتها ما تبقايش تخليهم يوصلوا لعندو وما يبقى ياكل حتى شي حاجه من يديهم وانا ان شاء الله غادي نتبع معاه حتى يولي بخير. ما كذبش عليكم اول حاجه طاح في البال ديالي هو داك الراقي اللي جا عندي الاول وقال لي هذاك البنت اللي سحات ليك. مشيت عند الخاله ديالي ديكس وقلت لها عفاك هذاك الفقيه اللي شتي لي داك النار بغيت نمشي عنده عاوتاني راني كنحس براسي ما مرتاحش. قالت لي ماشي مشكل انا غادي نجيبو لك. قلت لها لا لا بغيت نمشي لعندو. عيطت لي في التليفون وقالت لي هذاك السيد اللي جيتي عندو راه بغى يشوفك. مشيت لعندو البلاصه ديالو فين نعت ليا لقيتو خدام في واحد البراكه ما باين عليه حاله فقيه. مع دخلت معاه شنقت عليه وبديت كندخل ليه عطيت لبو واحد قتله ديال الكلاب. لقيتو هذا غير فقيه غير سحاح حتى هو وبالعاني بالحرام جابتو ليا زعما هو اللي دار ليا رقيه ولصقو الدريا كلشي. قلت لي دابا غتعترف ليا بكلشي ولا غادي نعيط لك البوليس. قال لي خالتك عطاتني 5000 درهم وهي اللي قالت لي دير هادشي كامل. المهم مشيت في حالتي من بعد ما فاشتختو مزيان وقلت لي غتقول لها شي حاجه غادي نرجع لك والله تنقتل لك عصا. من بعد مشيت لذاك الدار اللي شريت وبقيت عايش فيها بوحدي. بقى داك الراقي مره كيجي لعندي وكيعالجني في ذاك الدار. اما الوالد حلف على الوالده ما يزيد يعيش في هذيك الدار مازال. حطاتها الوالده للبيع وجاو سكنوا معايا في هذيك الدار. بقيت كنتعالج مع هاد الفقيه المده ديال شي شهر ومازال العلاج باقي ما كملش حيت مره كنفيق في الليل من بعد ما كنشوف شي حلمه خايبه بزاف. من بعد ما عرفت هادشي كامل اللي وقع ليا وليت باغي نمشي نقلب على اسيا ولكن في نفس الوقت وليت خايف خايف نتلاقى معاهم نسب فيها عاوتاني كيف داك النهار وهي مسكينه ما دايره حتى شي حاجه. دويت مع داك الفقيه وقلت اسمع راني باغي نمشي نجيب ماتي وخايف نتلاقى معاها ونبدا نعيا فيها عاوتاني بحال داك النهار. عطاني واحد الادعيه في ورقه وقال لي حدك تقرب حداها. بدات قرات الادعيه هادو بالشياطين ما يكونوش حاضرين وما تخاف والو. اما انت مازال باقي ليا واحد السحر ما عرفتوش فين مدفون. نهار ان شاء الله غادي نجبدو داك السحر غادي ترجع عادي وما يبقى عندك حتى شي مشكل. المهم مشيت كنقلب على اسيا. مشيت ديريكت لدار الشوافه ودخلت عندها. مع شافتني داك الشوافه بقات مصدومه. قالت لي صافي عطيتك بنتي باش تهلا فيها في الاخر لحتو عليا بحال هكا. قلت لها لا الوالده ها بسبب هادشي اللي كدير انتي وقع لي انا مع بنتك. بسبب هاد الخدمه اللي كديروا نتوما كدمروا عائلات. كيف ما دمرت العلاقه بيني وبين بنتك حتى انتي كدمري علاقات بزاف. بغيت غنسولك شحال من واحد كتادي في النهار وما داولك والو ما كيعرفوكش كاع على قبل زوج ديال الريالات واش ما كتخافيش الله؟ ما كتخافيش واحد النهار غادا تموتي وتلاقاي مع الله شنو غادي تقولي ليه؟ بقات كتشوف فيا وقالت لي دابا شنو بغيتي؟ قلت لها بغيت اسيا فين غادي نلقاها؟ قالت لي اسيا بسببك انت هجرتني حتى انا وما عرفتهاش فين مشات. قالت لي وتاني حاجه اسيا ماشي بنتي انا غير مربياها اسيا يتيمه. راسي كان غادي يتفاقع عليا. قلت له شنو غادي ندير دابا؟ ضروري بغيت نرجع ماتي. قالت لي ولدي ما عندي ما ندير ليك صافي غنساها عليك هي ودي راه ما دارت لك والو. قلت لها انا عارفه ما دارت ليا والو انا كنبغيها وكنموت عليها ما نقدرش نعيش بلا بها. ملي عرفاتني كندوي عليها بحال هكا عرفاتني ما باغيش ناديها. قالت لي ولدي غادي نقول لك الصراحه ولكن انا خايفك لا تمشي تاديها وهي حلفاتني باش ما نقول حتى شي واحد البلاصه فين كاينه. قلت لها لا لا والله ما نقول لها شي حاجه وانا اصلا ما باغيش ناديها. ماتي هذيك. قالت لي منين هي ماتك علاش جاتي لهذيك الحاله؟ جات عندي كتبكي وقالت لي كاع داكشي اللي درتي ليها وش بعتي فيها معيوه. قالت لي راني قلت لك بسبب هادشي اللي كديري دابا انت
بقات كتشوف في يوم صدومة. من بعد نعتات لي واحد العربية قد يكين عندي واحد الدار تماك راه عطيتها لها، هي بغات تمشي تعيش تم. شديت الكار ديت لك الدوار، من بعد شديت كارويلا وسولت على داك البلاصة ومشيت لها ديريكت. ما وصلت لداك الدار بديت كندق، حلت لي الباب مع شافتني بقات مصدومة. قلت لي شنو بغيتي؟ شنو بغيتي عندي؟ صافي بعد مني. ما كذبت عليكم، انا كنت خايف لنشوفها ومدا نعيا فيها، كنت كلشي ضارب لي حساب. كنت شاد واحد الورقة وكاتب فيها الميساج ديالي كامل اللي باغي نوصل ليها. من بعد لحتو ليها وحسيت براسي غادي نبدا نسب فيها عاوتاني، حيت الوجه ديالها بدا كيتبدل عليا وبديت كنحس بيه بحال غادي يتحول لشي ديب. حتى من داك الادعيه اللي عطاني داك الفقيه يلا بديت كنقرا فيهم شويه، الفم ديالي رقد عليا. من بعد ما شدت من عندي الورقه ضربتها بجايه وحده، سدات هي الباب حدي بعدت من حداها رجعت بيه خير عاوتاني. ما فهمت والو، رجعت عند داك الفقيه ديريكت وعاودت ليه البلان اللي وقع. قلت ليه دابا شنو الحل؟ راني عييت، باغي نرجع لخدمتي، باغي نعيش حياتي بحالي بحال عباد الله. قال لي ما كذبتش عليك اولدي، عندك الخدمة بزاف، بغيت نخليك غا ترتاح شوية وغدوز معايا واحد النهار ديال العذاب. لي انا موجود من دابا، غير نرجع للطبيعة ديالي. قال لي اسمع، غدا مع الخمسة ديال الصباح غتجي لعندي، وما كرهتش يكون معك شي واحد ويكون صحيح شوية. قلت لي ما كاينش محسن من الوالد. قال لي صافي مشات. الغد لي مع الخمسة ديال الصباح فياخت الوالد ومشيت انا وياه ديريكت عند الفقيه. طلعنا للطوموبيل وبدا كيقرا عليا الفقيه، ما حليت عينيا حتى لقيت راسي في المركز ديال الفقيه، البلاصه اللي كيدير فيها الطويض لعباد الله. يواصل الفقيه وحنا ما غنمشيوش، دار عند الوالد وبدا كيشوف فيه وكيضحك. قال لي الوالد انت فين غنمشيو؟ تا 12 ساعه وحنا كندور، الحمد لله راقدين الغرض. واش كتسطاو عليا؟ انت شات العيشه اللي وليت عايشه انا، شحال من حاجه كتوقع انا ما حاسس بها بوالو. قال لي الفقيه عندك الزهر ما حسيتي بوالو، اما كنت عذبتي معانا. قال لي الوالد صافي من بعد ونعود لك الصلاه، خلينا دابا نكملوا الخدمه ديالنا. من بعد الفقيه جبد واحد الميكا كبيره هنيت، بدا كيحلف داك الميكا وصدمني. جبد واحد الفكرون مسكين ميت وكان ما بين اللحم وداك العظم ديالو كانت مخشيه واحد الورقه ملويه. هو جبد داك الورقه بدا كيحل فيها، كانت تصويره ديالي انا واسيا، كانوا خاشين واحد الباء اللي جامعة تصاور بجوج. كان في داك التصويره مكتوب كوه، حقد، ماد، سرطان، شي سميات والله الخوت حدي كنقراهم الحمي كيشوك عليا. حتى لهاد الدرجه الانسان داير بحال هكا بسبب داك السحر. وليت كنكره اسيا، مبقيتش حامل نشوف ليها في الوجه ديالها. ملي كنت كنتلاقى معاها كان شي شيطان كيمشي وكيتسيف ليا في الوجه ديالها. الحمد لله الفقيه جبد داك السحر كامل وخو علي الماء ديال القران وتبطل داك السحر. من بعد دخلني لواحد البيت، عطاني نص بوديزه ديال خمسة يطو. هذيك البوديزه تشوفها والله تجيب لك رده. قال لي هاد البوديزه غتشربها كامله. يوصل الفقيه واش عارف اش تقول؟ انا جوج جيتونس. قال لي غادي تشربها كامله. قلت له لا ما نقدرش عليها. قال لي اسمع صلاح، الا باغي تعالج راسك تصنط ليا، ولا غتبقى حياتك كامله كتعذب. واش عارف شنو هو المعنى بعدا ديال التوكال ولا لا؟ قال لي انا غادي نشرح لك عليها باش تعرف واش غادي تشرب هاد البوديزه ولا لا. قال لي سيدي التوكال اللي كيجيه ما كيبقاش ياكل، هو خياكل كاع ما كيبان عليه والو، حيت كتكون واحد الماده في الذات ديالك كتبقى غادي وكتضعف مده على مده حتى لواحد النهار وغيديمو الامانه امانته. دابا شنو غادي تشرب ولا لا؟ قلت لا نشربها. شديت داك البوديزه اللي كان المذاق ديالها بحال الزبل وبقيت كنشرب فيها كنشرب. بديت كنستراح وكنعاود نكمل عاوتاني، ما جيت فين نكمل داك النص بوديزه حتى كنت صافي القلب ديالي غادي يوقف. من بعد جاب لي واحد بوديزه وهبط لي راسي لتحت وراك لي على الكاش ديالي وانا متناض. وهنا ما نكذبش عليكم الخوت، هنا كانت الصدمه الكبيره. بديت كنرد بحال الخيوط كحلين، انا كنرد وكنشوف داكشي ما متيقش ان هادشي كامل خارج من الذات ديالي. داكشي اللي رديت كان داير بحال الخز اللي كيكون في البحر، غير هو كان كحل وكان كيعيف بزاف. من بعد بديت كنرد المعادي. قال لي على سلامتك. قال لي دابا كدرتي نيطواياج المعدة ديالك، والمرة الجاية وليت عارف من عند من تاكل، وما تبقى تقرب حتى شي حاجة، وما تيقش فيك حال راس. من بعد داني لواحد البلاصة أخرى وبقى كيقرا عليا شحال، عطاني واحد الأدعية ووصاني باش نحافظ على الصلاة ديالي، أذكار الصباح والمساء وديما نبات على وضوء. قال لي دابا وليتي بخير، والحمد لله تقدر تكمل حياتك عادي، ولكن كيف ما كنوصيك ديما، بعد من الناس اللي غاديين يأذيوك. قال لينا سمحوا لي دابا خاصني نمشي ضروري، بنتي عندها عملية اليوم. مسكين الفقيه بنته عندها عملية ومع ذلك جداواني انا الاول، عاد غادي يمشي عند بنته. قلت لي حرام عليك،
كانت تسبق بنتكي الاولى، قال لي ماشي مشكل، خليت المدام واقفه عليها، انا غادي نمشي دابا دعوا مع بنتي غير باش تصح ليا وتولي بخير. ما كذبش عليكم، بقى فيا بزاف داك الفقيه. مشيت معاه ديريكت للسبيطار، ملي دخلنا كنلقاو بنتو باقا ما وصلتش النوبه. الطبيب قال لي باقينا 4 خوين قدامها. طلع لي الدم وقلت ليه هز الدريه، ركبناها في الطوموبيل ديال الوالد وديتها ديريكت لواحد كلينيك. العمليه ديالها ما كانت صعيبه بزاف، وشدينا في هذاك السبيطار نهار كامل. الحمد لله نجحت لي العمليه وخلصت لي لفي كاملين، وبهذا الشيء اللي درت قدرت نرجع ليه الجميل ديالو. من بعد تميت غادي انا والوالد وراسي ضاني، بغيت غير امتى الوالد نبقى انا وياه راس في راس ويعاود ليا على داك الشيء اللي وقع كامل في الطوموبيل. المهم سولت الوالد وبدا كيعاود ليا، قال لي ما نكذبش عليك اولدي، يا كان قدك عمرني في حياتي تخلعت حتى اليوم. قال لي يا سيدي كنا جالسين في الطوموبيل كنت كتهضر معنا عادي، شويه بدا كيقعد الفقيه الصوت ديالك هو يتقلب، بقى كيقالك بزاف ديال مد القران وكنتي كتبكي وكتغوت وانا اللي كنت شادك. واحد شويه بدا كيسول فيك على السحر فين مدفون. بيني وبينك والله الا واحد الوقيته وليت كنقول ياك ما ولدي مطلع عليا هو الفقيه. قلتي ليه كاين في واحد المقبره، قال لك غادي نمشيو دابا وغادي توارينا فين كاين، تميتي غادي معنا في الطريقه كامله وانت كتنعت لينا. حتى وصلنا ليه وديتينا حتى البلاصه فين مدفون السحر، جبدناها ومن بعد رجعتي بحالاتك بحال ما وقع والو. واش انت ولدي ما حسيتي بوالو؟ تي والله الوالد ما حسيت بشي حاجه ولا عقلت على شي حاجه كاع. قال لي واش عرفتي الجن اللي كان فيك شنو سميتو؟ قلت لي شنو؟ قال لي حمو. ويتفرق عليا بالضحك، قلت لي يا صاحبي ساكن فيك جن وسميتو حمو، تماك مسعود مالك؟ الحمد لله ولدي على سلامتك. المهم غنمشيو للدار غادي نرتاحو هاد اليومين، من بعد ولدي غتهز الطوموبيل وغتمشي تجيب ماسك اسيا. هاديك بنت الناس هي اللي تستاهل تكمل مع حياتك، وداك الشيء اللي كان. مشيت للدار جبت التليفون كنعيط لاسيا، التليفون ديالها باقي طافي. شويه وصلني ميساج من عند بنت خالتي وقالت لي بغيت نعرف حاجه وحده، مالكم قلبتوا علينا هاد القلبة هادي؟ بعثوا الدار وحتى شي واحد فيكم ما كيجاوب في التليفون. لا سمعها بنت خالتي، غادي نجيك من الاخر، راه حنا عرفنا كلشي، عرفتوا نتوما اللي غرقتوني سحور وكنتوا غادي تضموا لي حياتي، وليت كندور بحال شي مسطي في الزنقه. وعرفت حتى داك الفقيه اللي جابت ماماك غير صحاها هذاك وهو اللي عاود ليا هادشي كامل. من الاحسن ليك وليا نساونا، نساوش عندكم شي عائله كاع. بقات هاد المده كامله وانا كنهضر معاها وهي غير ساكته، شويه كنسمع فيها كدوي مع امها وقالت لها انتي السبب، انتي السبب في هادشي كامل، انا عماني ما فكرتش نهار ناديهم بحال هكا. عاودت دوات معايا وقالت لي صلاح بغيت نقول لك حاجه وحده، كنتمنى لك حياه زوينه واسمح لي بزاف، واخا انا ما درت لك والو، ماما اللي كتحمل المسؤوليه ديال هادشي كامل. شويه خدم من عند التليفون ولد خالتي وقال لي خويا صلاح والله الا حشمه نهضر معاك، اسمح لينا بزاف، ما كنتش عارف الوالده ديالي غادي توصل حتى لهاد المستوى. المهم قول لخالتي تسمح لينا، تي صافي ما وقع والو، مسامحه انا بعدا مسامح لكم في الدنيا وفي الاخره. حد قطعت معاهم جبت هذيك الكارطه وانا نهلسها ولحت من الشاشم ارتحيت. الغد لي فقت مع 8 ديال الصباح، هزيت الطوموبيل ديال الوالد ومشيت ديكت عند اسيا. وصلت للعربيه دقيت في هذيك الدار ما كنلقات حتى شي واحد، لقيت واحد المراه غادم تماك ملي سولتها قالت لي راه رجعت للمدينه، رجعت مع السيده اللي مربياها. طلع لي الدمع وثاني اش رجعت دير هادي مع ديك الشوافه؟ مصيبه صافي. رجعت للبلاصه ديال الشوافه كنلقاها حتى هي مسدوده وما فيها حتى شي واحد. سولت واحد السيد قال لي هادي دار الشوافه راه تحولات من هنايا. تي وفين مشات؟ قال لي راه مشات لشي حي قريب من هنايا، ولكن والله ما نكذب عليك ما عرفتوش بالضبط فين كاين. قلت لي صافي اسمح لي. ملي تميت غادي قال لي شوف اخويا الا بغيتي تعرف العنوان ديالها بالضبط سول شي مار، العيالات كيعرفوا كلشي راك عارف. لي شكرا بزاف. تميت غادي ويتبان لي واحد المرأة مول الحانوت، نهض راسي بحال غادي نشري وانا نسول داك مول الحانوت. قبل ما يجاوبني هو جاوبتني الماء، قالت لي شكون اولدي؟ داك الشوافة. والحمد لله راه عفى عليها الله. قلت لها كيفاش تعفى على الله؟ قالت لي والله ما عرفنا ولدي، حتى فاقت واحد الصباح صدماتنا، دقات علينا واحد واحد، طلبات منا السماحة كاملين. من بعد هزات الباكاج ديالها وتحولت لواحد الدار اخرى، كاينة في حي النخيل واحد الإقامة تيقول لها إقامة البواق. مشيت ديريكت لذاك الحي، صوت على الإقامات، بقيت كنقلب حتى وصلت للدار ديالهم. بديت كندق شوية حلت هي آسيا الباب، مع شافتني مسكينة وهي تهرب، هربات وتخبات ورا الوالدة ديالها. صراحة ما كذبش عليكم، فهاد اللحظة ما قدرتش نتحكم في الضحكة ديالي، تفرقعت بالضحك. قلت لها حتى لهالدرجة؟ قلت لي وكثار من هكا. قلت لي ما شفتيش راسك كيفاش كنتي كتعامل معايا؟ قال الحمد لله راني تعالجت وليت بخير.
طلعت عند الام ديالها كيبان لي سبحان الله العلي العظيم الوجه ديالها تبدل من بعد ما قلت لكم الوجه ديالها كان كيخلع الوجه ديالها ولا كيبان بايع ولا في واحد الضو. قالت يا ولدي بسببك انت وبسبب هادشي اللي وقع لكم انا تبت وحلفت عماني باقي نادي شي واحد اخر واخا عارف راسي ما غاديش تطول في هاد الحياه حيت ما غاديش يبغيوني نتخلى عليهم ولكن اللهم الموت ربي راضي عليا او لمبقى نادي في الناس حياتي كامله حتى نموت شي نهار ومشي ديك الجهنم. صراحه فرحت بزاف من الهضره اللي قالت لي داك المرا وقررت حتى انا باش نعاونها. عيطت على داك الراقي وجا عندي حتى للدار عاودت لي البلان ديال الشوافه وقلت لي راه ثابت. جبدت لينا واحد القفه كبيره ديال الناس كاملين اللي كانت ساحره عليهم وبدينا كنفكوا في السحور ديال الناس كاملين. من بعد قالت لينا هادشي اللي عندي. داك الراقي عزت عليه بزاف داك المرا وبقى شحال هو كيعلمها في الادعيه اللي تقول وكيعلمها كيفاش تستغفر الله وطلب المغفره. المهم داك الليله كنت باغي نمشي بحالاتي ولكن هذيك السيده اللي مربيه اسيا مرضت بزاف وما بغيناش نخليوها بوحدها. بقينا معها داك الليله كامله رد ليه الدم والامانه امانته. عيطت على داك الراقي جا قال شويه ديال القران وقال لنا على حساب داكشي اللي عاودتو ليا كنت عارف غادي نقتلوها ولكن الحمد لله اللهم تموت حسن الخاتمه ولا تموت على الشرك بالله. تفنى داك السيده ودوزنا 3 ايام ديال العزو. من بعد ديت معايا اسيا للدار. من بعد هادشي كامل اللي وقع لينا مدانا لا عسل لا تلعبه. جبنا العدول ديالك للدار ونشطنا غير حنا بعضياتنا الاسره بوحده غير ناض العدول وبقات غير اختي والوالدين ديالي واسيا. هزيت واحد الخاويه وانا مبقى نشوف اسيا وبديت كنخنزه فيها. فهاد اللحظه ما كذبت عليكم كلشي تبدل فيه اللون كيصحبوني غير الحاله ديالي رجعت وانا غنطلع عليها. مسكينه بقات كتشوف فيا شويه بدات كتغوت وكتبكي ناضت بغات تهب لحت القاعه وانا شده حتى غا كنضحك معاك حامض ياك هادشي اللي عطا الله. المهم رجعت للخدمه ديالي وكملت حياتي وعشنا بخير. حتى لهنا كتكون سالات قصه ديال اليوم. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. كنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم. نتلاقاو في قصه اخرى الخوت تهلاو.